فيما يعاني قطاع النقل التجاري في فلسطين من إجراءات احتلالية وعرقلة في حركة التنقل بين أرجاء الضفة الغربية وصولا إلى إمكانية نقل بعض البضائع ووصول هذه الشاحنات إلى قطاع غزة في وقت يتكبد هذا القطاع إذن بعض الخسائر نتيجة سياسة الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة عملهم وإمكانية وصولهم وتنقلهم من منطقة إلى أخرى، في وقت يحاول الاحتلال الإسرائيلي إذن فرض عدد من المضايقات على سائقي عدد من الشاحنات في الضفة الغربية ومنعهم من الدخول إلى معبر ترقومية إلى الغربي من الخليل بحجة وجود منع أمني كما يدعي الاحتلال عليهم. وقالت مصادر محلية أن هذا المنع الذي طال قرابة 30 سائقا إذن للشاحنة في الضفة الغربية أتى في إطار منع حتى إشعار آخر. تفاصيل هذا الموضوع وما يتكبده القطاع النقل التجاري إذن من مضايقات وتداعيات وخسائر بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي سنتحدث وإياكم بها على الهواء مباشرة مع سيد عادل عمر مسؤول قطاع النقل التجاري في الضفة الغربية. أهلا بك سيد عادل، صباح الخير. صباح جميع المسلمين والمسلمين. نعم، يعني سنبدأ من إجراءات الاحتلال التصاعدية والمستهدفة للسائقي وقطاع النقل التجاري تحديدا ما بعد 7 أكتوبر، والذي كان أيضا أخذ منح تصاعدي في إطار ضرب عصب الاقتصاد في الفلسطيني ولا سيما أيضا في الضفة الغربية. بداية يعني بدنا نقول أنه ليس غريبا على هذا الاحتلال ما يقوم به من عقاب جماعي لا ليس فقط لقطاع النقل، لأهالي المحافظات الفلسطينية عامة. تفاجأنا يوم الخميس 12 الشهر انه نروح احنا بنسجل على الماكينة مشان ندخل الكترونيا، لما الماكينة بتقبل هاي البطاقة بفتح لي بوابات المعبر في جميع مناحيه، الشكوك، الفحص الأمني، الليزر، الفحص اليدوي، ساحات التنزيل والتحميل. فلما رحنا نسجل على الماكينة تفاجأنا انه الماكينة بترفض استقبال هاي البطاقة اللي بموجبها بدخل المعبر. تحدثنا مع إدارة المعبر بقول لك هذا اشي مخابرات، هذا اشي الشرطة. فكرنا انه شغلة هينة يعني. فجأنا بعد ساعة اتصالات من السواقين بصفتي انا مسؤول عنهم، اخونا ابو عمر الماكينة تستقبلش البطاقة تاعتنا. أول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، برضو راجعنا الإدارة، وصلتنا رسالة من مدير المعبر إنه كل سائق هاي الماكينة لا تستقبل البطاقة الذكية تاعته اللي بتخول يدخل المعبر ممنوع يرجع على المعبر. طبعا هذا المعبر في سياق حديثك قلت إنه معبر ترقوميا، لا أنا بقول لك كمان معبر الجلمة في طول معبر الجلمة في جنين، معبر ارتاح في طول كرم ايضا نفس السياق. تعدى العدد 70-80 سائق على هاي المعابر. هذا سياسة عقاب جماعي للسائقين. نعم. احنا السائق المائله مهنة او وظيفة غير مهنة السياقة اصبح موجود في الشارع بلا عمل، وانت عارف سلطتنا مع احترام الشديد لها لا في حقوق عمال ولا في بطالة ولا 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 إلى آخره. احنا نشدنا مؤسسات دولية للتدخل في حل مشكلة السائقين. السائق اللي يعني 90% من السائقين ليس مشاكل أمنية، وأنا أول واحد. أنا قمت بإضراب في 2015 والإضراب كل حكومات العالم تعطيني حق مشروع أني أضرب مطالب في حقوق السائقين. هاي التهمة اللي أنا عندي تم وضع علي منع أمني. كثير من السائقين انت تسمع في عمليات التهريب في كل المعابر انت مهرب، لا مش أنا المهرب، التاجر المهرب، أنا سائق ما بقدر أفحص البضائع. فهون أصبح عندنا مشكلة ومشكلة كبيرة جدا في منع أكثر، والحبل السعين على الجرار. يعني وصلنا 70 أو 80 أو أقل أو أكثر عدد السائقين الممنوعين. في هناك سائقين ما وصلوش المعبر يومين ثلاثة، بكرة بدي يصل المعبر وبدأ تطلع له رسالة أنت ممنوع من دخول المعبر. نعم. وين بدنا نروح إحنا كسائقين؟ وين حماية عمال النقل؟ طيب سأتوقف عن هذه الجزئية سيد عادل، أشرت إلى عدد من
يعني الحواجز التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي تحرك سائقين عبرها، كما أشرت الجلمة اتجاه جنين، ارتح باتجاه طول كرم، طير قومية باتجاه الخليل، وهذا يشكل معضلة ليس فقط على السائقين وإنما أيضا على الحركة الاقتصادية والحالة الاقتصادية للتجار ولقطاع التجاري في فلسطين، وناهيك عن يعني العراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على ماهية إدخال نوعيات البضائع وفرض سيطرته على الانتقائية في إدخال سائق عن آخر، والكيل من الاتهامات كما أشرت إلى المنع الأمني الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي تحت حجج وهي. كيف كل ذلك ينعكس على الواقع التجاري في فلسطين وفي محافظات الضفة؟ طبعا بكرة راح تكون عندنا مشكلة أمام التجار وأمام الغرف التجارية. أنا كسائق شاحنة ممنوع، أنا بنقول لأسين من التجار ممنوع أدخل على المعبر. طبعا شاحنتي بدها تصف، التاجر كونتينر بده يظل موجود في الميناء، بده يكلفه أرضيات وجمارك وإلى آخره. فهون أصبحت مشكلة برضو عند التجار، مشكلة عند الغرف التجارية اللي لازم تقوم بواجبها أمام وتتحمل مسؤوليتها أمام الجهات المختصة في هاي الشؤون. عندنا شؤون مدنية، عندنا كثير مؤسسات دولية. أنا كفرد توجهت لمكاتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل رفع هذا الظلم عن السائقين. راح يكون مشكلة أمام التاجر لما ما يلاقي سائق يدخل المعبر مشان يجيب الحاوية، راح الحاوية تضل موجودة في الميناء. هون أصبح عندنا مشكلة كمان أمام التجار، ليس أمام فقط السائقين. هون يعني مشكلة وعلى مستوى الضفة الغربية كاملة وليس على مستوى محافظة الخليل. احنا بنأمل من القطاع من رئيس اتحاد الغرف التجارية انه يكون هناك تحرك مع الشؤون المدنية ومؤسسات حقوق الانسان وجميع المؤسسات الأممية والدولية وجميع المؤسسات، انه لازم نوقف هذه المهزلة. هذا عقاب جماعي للسائقين، واحنا نرفض انه يكون عقاب جماعي للسائق. هي المهنة الوحيدة اللي أمامه اللي بيعتاش منها. أصبح عدد كبير من السائقين، والسيارة ما بتطعم السائق بس، بتطعم السائق وصاحب السيارة ومحطة البنزين والكوشوك وضرائب وجمارك. أصبحنا إحنا أي 80 شاحنة صافين أو بيزيدوا أو أكثر صافين في الشارع بلا عمل. وين المسؤولين؟ وين يعني وين سلطتنا الوطنية؟ نعم، سلطتنا الوطنية مسوي حالها هي يعني هي كل الدنيا، ولكن أنا مش شايفهم. لا بيسألوا عن، حتى من السلطة ما حدا سأل علينا شو اللي بصير عندكم يا قطاع النقل، وين أنت يا سلطة فلسطينية، شو بتسوي قاعد في مكاتبكم؟ هذا كلام مش صحيح، نرفضه أمام السلطة الوطنية. أنتوا قاعدين في المكاتب بلا عمل، تشربوا قهوة وشاي وتخدموا مصالحكم الخاصة. أنا كقطاع نقل بدي أشوف السلطة الفلسطينية بتعمل وبتقول أنا بدي أقيم عنكم هذا الظلم يا قطاع النقل. نعم، إحنا شريان حياة في الوطن، قطاع النقل هو شريان حياة لقطاع النقل، هو يعني هو رصيد الخزينة الفلسطينية. صحيح. طب منذ 7 من أكتوبر سيد عادل، كيف أدى هذا الموضوع إلى شلل فعليا في الحركة والحالة الاقتصادية تحديدا لقطاع النقل التجاري، وخاصة في ظل حالة التشتت وتقطيع أواصر من بين محافظات الضفة الغربية، وهذا ممكن زاد عبء إضافي عليكم كسائقين لهذه الشاحنات، وأيضا خسائر ممكن في عمليات نقل البضائع من محافظة إلى أخرى أو حتى إلى داخل فلسطين المحتل وغيرها، ومنها أيضا إلى قطاع غزة العراقيلي التي يفرضها الاحتلال. أنا مش بلاقي صعوبة بالتنقل من محافظة الخليل لمحافظة نابلس أو جنين، أنا بلاقي صعوبة بالتنقل في داخل محافظة الخليل. بدي أتحرك من أي قرية من أي منطقة في محافظة الخليل، بدي أمشي بدل ما أمشي 2 كيلو بدي أمشي 70 كيلو، يعني بدي أطلع من ترقوميا بيت عوة أو على إدنا، إدنا بعيدة عن معبر ترقوميا 3 كيلو، أنا بضطر أمشي 50 كيلو أطلع على الخليل وعلى دورة وألف، كيف لما أنا بدي أصل محافظة جنين محافظة نابلس؟ يعني وطن مقطع وصالة، وطن كل محافظة عبارة عن سجن كبير فقط. لما أنا بدي أطلع بدي أستنى الحجز فيفتح، إذا سمحت لي أطلع بطلع ولو مشى. أنت بتقولي بدي أتصل من الخليل لجنين، يعني أنا بدي أطلع بس من معبر ترقومي أدخل إدنا، بدي أدخل صريف، بدي أدخل بتولة، بدي أطلع على الظهرية. أي أصبح وطن مقطع الأوصال مقطع الطرق، إذا فصلوا حجز الكونتينر
أنا لا أستطيع أطلع من الجنوب الفلسطيني إلى الشمال الفلسطيني. إحنا قضيتنا قضية مهمة جدا، وياريت إنه نسمع صوت من السلطة الفلسطينية بتقول تعال يا قطاع النقل شو المشكلة اللي عندك. طيب بدنا نحكي مع بهذه الجزئية تحديدا سيد عادل، منذ 7 أكتوبر كان هناك عدد كبير من الملاحظات وعدد كبير من المناشدات للحكومة الفلسطينية من أجل فعليا الأخذ بعين الاعتبار لحجم ممكن المنغصات والمعيقات والخسائر التي هي فرضت على قطاع النقل التجاري وعلى تجار الفلسطينيين. لم يكن خلال هذه الفترة الممتدة منذ 7 أكتوبر، يعني هذا التصعيد ممكن كان أكثر، لم يكن هناك أي حوار ما بينكم كنقل تجاري، قطاع نقل تجاري، وما بين الحكومة الفلسطينية ممثلة تحديدا بوزارة النقل والمواصلات؟ يعني أنا تحمليني في الكلمة، وكل المسؤولين الفلسطينيين يتحملوني، مش شايف حكومة فلسطينية في البلد. أنا مش شايف مسؤولين فلسطينيين في البلد من رأس الهرم للقاعدة. يا ريت إنه مسؤول فلسطيني اتصل فيك، أنا مسؤول قطاع نقل، أو اتصل في رئيس النقابة الوطنية لعمال النقل، أو اتصل في رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين وقال له شو المشكلة عند قطاع النقل، لا يوجد أصلا مسؤول فلسطيني يسأل علي أو يسأل على غيري. هذا كلام مش صحيح. أنت دولة بدك تتحمل مسؤوليتك، سيادة الرئيس لازم تتحمل مسؤوليتك، رئيس الوزراء لازم يتحمل مسؤوليته، وزير المواصلات لازم يتحمل مسؤوليته، وزير الشؤون المدنية صحيح. اللي هو المفصل الرئيسي في هذا الموضوع ما سمعناش صوته، ما سمعناش أي صوت من قبل مسؤوليننا في السلطة الفلسطينية. مش مسؤوليننا، هم مسؤولين حالهم. أول شيء أنا قاعد سواقيني في الشارع دايرين من شان يجيبوا لقمة خبز لأولادهم، من شان يعيشوا عيشة كريمة، وانت قاعد في مكتبك في رام الله شو بتسوي؟ بصفتك انت مسؤول ليش ما تتواصل معاي؟ وين انت قاعد يعني؟ ولا بس انت قاعد في المكتب تشرب قهوه وشاي وتسلك مصالحك الشخصيه؟ نعم، نحكي عن 80 اسره استاذ عادل تقريبا، انت اشرت الى 80 سائق بات متعطل نتيجه اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بفرض يعني منع ووجود منع امني على هؤلاء السائقين، وهذا ينذر اذا باعداد اضافيه من هؤلاء السائقين اللي سينضوا تحت اطار يعني البطالة مع قرارات الاحتلال الإسرائيلية، ودون كما أشرت اتخاذ أي إجراء من قبل الحكومة الفلسطينية ممثلة بعدد من الجهات. هؤلاء السائقون يعني كيف يتعاملون في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة، وكما أشرت في محاولة من أجل سد ربق عائلاتهم وحاجات عائلاتهم في ظل تعطلهم عن العمل؟ يعني مع احترام الشديد لكل هؤلاء السائقين، كل سائق، كل يعني انا كل 5 دقائق بيجيني اتصال من سائق يا حاج شو بدنا نسوي، يا حاج تدمرنا، احنا حاج عايشين، انا كل يوم اذا بودي نقله باخذ 200 شيكل من شو من صاحب السياره. انا لي 3 أيام 4 أيام ما جبتش 5 شيكل لاولادي، وقاعد بستنى انه يكون هناك جهه تتواصل معي لرفع الظلم عني كسائق. كل 5 دقائق ربع ساعه 10 دقائق بيجيني اتصال من سائق، بقول لهم انا كمسؤول عن السائقين وأقول لكم ممنوع. أنا وصلت صوتي كسائق لجهات دولية بعيدا عن السلطة الفلسطينية اللي نايمة في مكاتبها. هذولا سائقين يبحثون عن لقمة عيش كريمة، الآن هم موجودين في الشوارع بلا عمل، بلا معيل، بلا مساعد، وكل سائق وراء 5 أو 6 أو 7 أنفار أصبحوا بلا معيل. هذا احنا زدنا عدد البطالة الموجودة اصلا بسبب سياسة الاحتلال اللي منعت دخول العامل الفلسطيني على الداخل المحتل، ولعدم وجود وظائف شاغرة في السلطة مناطق السلطة الفلسطينية. احنا نتمنى من سيادة الرئيس ورئيس الوزراء ان يكون هناك حل عادل ومطالبة عاجلة من اجل رفع الظلم عن قطاع النقل وعن هؤلاء السائقين اللي هم بدهم يعيشوا بكرامة. نرفض العمل ونرفض الوقوف في الشوارع في ظل وجود ما يسمى بسلطة فلسطينية اللي ترفع الظلم عني كسائق. احنا يا ريت انه يكون هناك تواصل من وزارة الشؤون، من الشؤون المدنية، من وزارة المواصلات، من رئيس الوزراء. رئيس الوزراء مش اكبر مني ولا اي وزير اكبر مني، هو مواطن فلسطيني وانا مواطن فلسطيني، هو جاي مشان يخدمني مش من جان جاي يقعد في مكتبه. أنا لما بشوف 80 عائلة بوصلوا حوالي 1000 2000 3000 إنسان بيعتاج من وراء هاي الشاحنات، قعدوا في الشارع بلا عمل وبلا خبز لأولادهم، شو قاعد بيسوي في مكتبك أنت؟ قوم انزل على الشارع شوف أولاد بلد شو مطالبهم.
نعم هذا المطلوب منك السلطة الفلسطينية اللي احنا ما شفناهاش لحتى الآن. وسنحتمل هذه المناشدة إذن وهذه التساؤلات إذن إلى جهة الاختصاص سيد عادل لعلة، وعسى يكون هناك أي تحرك فعلي لإنقاذ هؤلاء السائقين وإنقاذ عائلاتهم. شكرا جزيلا لك سيد عادل عمر مسؤول قطاع النقل التجاري إذن في الضفة الغربية. شكرا.